قصيدة كتب كلماتها مشير عبد الصالح حميد الدقن من أبناء قرية المصينعة مديرة المخادر محافظة إب، وهي في رثاء والدها الفقيد عبد الصالح حميد الدقن رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته. أدا أبو العاص فهلقيثي. بعد بيدي رحل يا قهر قلبي لفقده، رحمة الله على تغشاه في كل الأوقات، أثر داء المرض من عانى لمده، أرتقى عندي رب العرش من دنيته مات، والحزن حل بي والكل يبكون بعده، الأشقى وكل الأهل عاشوا بآهات. سبع فوق السبع دون العمادات، ملك الملك له قلبي بشكره وحمده، ارتضي في مقاديره مع الابتلاءات. بعد بيدي رحل يا قهر قلبي لفقده، رحمة الله على تغشاه في كل الأوقات. أثردا المرض منها عانى لمدة، أرتقى عند رب العرش من دنيا تهمت، والحزن حل قلبي والكل يبكون بعده، الأشقى وكل الأهل عاشوا بآهات. أحني أحني بعده وأنا في ذي كبدة، رحما كان بصباحي كل المسافات، كان نوره ودعواته معي مستمدة، من ثقاه مطلقة بالله رب البريات. أحسن الله عز الأخوة مع الأم بالذات، ومجد اللي بحزن سال دمعه بخده، الشقيق الذي عايش مواجع ونهدات، والأقارب ومن بعد الأب قد شاب نهده، الأحبة وشقائي وكل الشقيقات. واشكر الأخ سندوني من جميع اتجاهات. بعد بيدي رحل يا قهر قلبي لفقده، رحمة الله على تغشاه في كل الأوقات، أثردا المرض من عانى لمده، أرتقى عند رب العرش من دنياته مات. كان والرزح كانوا مثل ما هم جبال الوفا ذي سجلوا خير وقفت، لو حياة ابن آدم أمرها وسط يده، كنت بفدي أبي بالروح وارحل الأموات.
ساعته جات، الوداع الوداع والموت ما حد يرده، رحمة الله عليك يا والدي ألف رحمة. بعد بيدي رحل يا قر قلبي لفقده، رحمة الله على تغشى في كل الأوقات، أسرد المرض من عانى لمده، أرتقى عند رب العرش من دنيا تهمات. يا من الملك لك ارحم أبي وسط لحده، واسكن جنة الفردوس يا خير جنة، والهم القلب بي